بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. النهاردة إن شاء الله هتربح مش أقل من 10 سنت في اليوم، يعني في الشهر ب 3 دولار، عن طريق إنك أنت هتدخل على موقع اسمه vfaucet.com. بعد كده بتسجل فيه عن طريق، هتقول له لوجن ويز جوجل أو ادخل عن طريق جوجل، أو بتقول له ريجستر وتبدأ تسجل فيه عادي خالص. أنا عندي حساب فهخش بالإيميل. في بس تركاية بيقول لك اضغط لي على الصورة اللي هي مقلوبة، فهي دي مثلا الصورة المقلوبة، لو ضغطت ضغطة هتلاقي في نقطة صفراء جت على الحيوان المقلوب، وبعد كده بقول له لوج ان بعد ما اكتب بياناتي. هي دي بس الايه الفكرة في اول ايه الكباتشة يعني. بعد ما دخلت على الحساب ظهر لي الشكل ده، بعمل كلوز من هنا من تحت او من فوق هنا. بعد كده بيقول لك بالانس او الرصيد والليفل اللي انت فيه. الليفل كل ما تقلب في الليفلات، انا لسه منزل البرنامج النهارده على فكرة، تقريبا الالف توكن اللي هي العملة الخاصة بالبرنامج، الالف بواحد سنت، انا عندي 4400 يعني تقريبا 4 سنت ونص، ولسه شغال عليه لسه اليوم مخلصي. طيب كل ما عليت في الليفلات كل ما النقط والبوينت او التوكن كتر. ديبوزيت بالانس او رصيد الايداع انا ماليش دعوة بيه، انا مش هودع اي حاجة. ودي الارباح الخاصة بيا هنا مثلا من بي تي سي، من المهمات هنا، من الفوست هقول لك يعني ايه كل الكلام ده، واللينك الشورت لينك او اختصار الروابط. تمام، قبل اي حاجه هنقول له ويزدرو او السحب، اقول لك ازاي تسحبه. بتكتب هنا عنوان المحفظه، لو انت مثلا عايز تسحب، يعني هو بيقول لك ممكن تسحب بي تي سي فوسيت باي، وال تي سي او لايت كوين فوسيت باي، وتي ار اكس فوسيت باي، يعني كله تقريبا فوسيت باي ما عدا دي سي وولت ودي سي وولت. فهنقول لكم ازاي دلوقتي هنعمل. اول حاجه هتخش على حساب الفوسيت باي وتضغط على الداشبورد هنا وتقول له يوزر داشبورد، وبعد كده تقول له ولت او محفظه، وبتيجي على علامه مثلا لو انت عايز تحول بيتكوين وده افضل هتقول له ديبوزيت او ايداع، وبعد كده تقول له كوبي من هنا، شايف العنوان ده هتقول له كوبي نسخ، ده مش مشكله اي حد يعرفه. بعد كده بتقول له ولت هنا وتقول له بيست، وتقول له مثلا بي تي سي فوسيت باي، وتقول له تعمل الكباتشه ده الحيوان المقلوب، وتقول له ويزدرو، هيسحب لك فورا. انا مش عايز اسحب بس هسحب عشان خاطركم، بس لازم يكون ده 100%. يعني ايه 100%؟ 91% والكلام ده، يعني حجم العملة او العملة متوفرة انك تسحبها بنسبة 100%، يعني تقدر تسحبها حالا اهو، يعني تقدر تسحب وقتي حالا اهو العملة بي تي سي على الفوسيت باي. هنا انت دلوقتي متاح انك انت برضو تسحبها على لايت كوين، بس طبعا هتكتب عنوان اللايت كوين، لان انت لو حددت لايت كوين هنا اللي تي سي يعني، يبقى لازم تحدد من فوس البي هنا اللايت كوين، شايفينها ان هنا اهي لايت كوين، هاجي عليها واقول له ديبوزيت واقول له كوبي، وادخل هنا وامسح الولد دي واكتب الولد الجديده، اعمل بيست الولد الجديده واسحب على لايت كوين. بس انا مش عايز كده، انا عايز اسحب على بي تي سي عشان هو بيبقى اغلى، فادخل على بيتكوين واقول له ديبوزيت واقول له كوبي، وادخل تاني على الموقع واقول له ولد واقول له بيست، وادي المبلغ كله، واحدد بي تي سي وحدد الحيوان المقلوب الصورة المقلوبة واقول له ويزدرو. البالانس بقى صفر اهو شايفين من فوق، لو دخلت على الداشبورد هتلاقي البالانس برضو بقى بقيمة بسيطة جدا. هدخل بقى على الفوس باي واقول له هيستوري، هعمل ريفرش، الرصيد اتحول على طول، كان معايا 18 سنت بقى 22 سنت في فوسيت، ده اثبات السحب اهو. ريسنت فوسيت ترانزاكشن او اخر تحويلات تمت على المحفظة، بيقول لك اتحول القيمة دي من البيتكوين نورمال بيمنت 20 سبتمبر، يعني ده اثبات السحب الخاص بالبرنامج في فوسيت اهي، واسم الموقع في فوسيت. تمام، نبدا بقى نشتغل على الموقع. يعني دلوقتي انا سحبت 4 سنت بدون اي مجهود. طيب دلوقتي عشان نشتغل على الموقع في كذا حاجه تربح بيها. اول حاجه قبل ما تبدا من اي حاجه، انت ممكن تاخد 200 توكن هديه بدون اي مشكله عن طريق حاجه اسمها تليجرام جروب، التليجرام جروب او مجموعه التليجرام، هتضغط عليها وتقول له فيو ان تليجرام، وتخش على برنامج التليجرام وهتلاقي في حاجه اسمها الكود. الكود ده هتعمله كوبي وتحطه بيست هنا، هقول لكم فين، في كوبون، تطلع فوق هتقول له كوبون، وتعمل كوبون كود هتعمله كليك يمين بيست اللي هو مجموعه ارقام وحروف، وتعمل علامه الكباتشه اللي هي الصوره المقلوبه وتقول له كليم. ده كل يوم بيديك كود، انا طبعا عملت الكود فما ينفعش اعمله مره تانية، خلاص. وده اسمه اسم عنوان الجروب في التليجرام، هتخش عليه وتشتغل عليه وتاخد الكود كل يوم بيتحط. طيب دلوقتي هنعمل ايه؟ هنبدأ نشتغل. اول حاجة الفوسيت، اول حاجة احنا قلنا هنعمل ايه، التليجرام جروب، هتخش على الكود وتقول له كوبون كود او كوبون،
بعد كده بتقول له ديلي بونص او الهدية اليومية، انا طبعا خدتها، هي دي فاضل لها 7 ساعات. هتضغط على كليم هنا، هتلاقي فيه كليم او الحصول على، هتضغط عليها وهتاخد ممكن 35 هنا، 35 توكن، بكرة 40، بعده 45، وهكذا. طيب يعني ايه تشالنجز؟ تشالنجز او التحديات، يعني انت مثلا عملت، المفروض تعمل 50 شورت لينك او اختصار روابط، انت انا عملت 4 من 50، لو انت كملت ال50 هتاخد كليم، هتاخد 1000 توكن، يعني 1 سنت. هنا مثلا هتاخد 100 توكن، لو انا عملت دلوقتي 15 من 20، يعني فاضل لي 5 اعمل فوسة كليم. هنا مثلا انا عملت كليم بالفعل ل70 توكن عن طريق ان انا عملت 25 مهمة بي تي سي، هقول لكم يعني ايه الكلام ده كله. اول حاجة نقول له الفوسيت او الصنبور، يعني يعني ايه؟ كل 4 دقايق تقريبا، يعني هضغط هنا بلاي ساوند بحيث ان هو يعمل لي صوت كل ما يجي علامة الايه، الفوسيت بتاعي، العلامة اللي انا ابدأ اسحب كل 4 دقايق هيديني صوت. طيب دلوقتي بيقول لك الكباتشا منقسم لقسمين، قسم فيه الصورة المقلوبة اللي هضغط عليها دي، بس ما ينفعش اقول له فيريفاي دلوقتي، لازم اعمل ايه؟ لازم بيقول لك اعمل دلوقتي بنفس الترتيب انت لاين دوج. انت هتلاقيها في كلمة تحت وفي كلمتين فوق، انت دي مثلا اقرب كلمة ليها، ات وان تي، هقول له هنا اضغط عليها ضغطة هتختفي، ولاين هتلاقي ال علامة تعجب و او ان، هقول له هي دي، ودوج دي زيرو جي هي دي. وبعد كده هضغط على الصورة المقلوبة وبعد كده اقول له فيريفاي، كده هتلاقي عندك تحت success you have claimed 60 token، انت حصلت على 60 توكن. لو دخلت على الداشبورد اشوف البالانس، انا كان معايا 81% زائد 60 وشوية بقى 61 ونص، يعني لسه ما حصلتش 1 سنت، المفروض الالف بواحد سنت عشان تبقوا فاهمين بالتقريب، يعني الالف واحد سنت تقريبا. تمام، احنا عرفنا اول حاجة اللي هي الفوسيت. اوفر وول انا ما فضلهاش، دي عبارة عن عروض وانت بتعملها بتاخد وقت كبير، انا ما حبيتش اخشها يعني، بس ممكن تبقى شغاله ويبقى فيها ارباح كويسه، بس انا ما جربتهاش بصراحه. اللي جربته الاثنين دول، شورت لينكس او اختصار روابط، وبي تي سي. بي تي سي لو ضغطت عليها تنقسم لقسمين، حاجه اسمها ويندو وحاجه اسمها ان فريم. ان فريم يعني بيقول لك لو ضغطت مثلا، انا عملتهم كلهم للاسف، لو انت ضغطت عليها بيقول لك هيعمل لك في نفس الفريم ده، هيعمل لك مثلا هنا عدد ثواني معين، 30 ثانية مثلا، هتاخد 77 توكن. لو ضغطت فيو، كلمة فيو هنا هتلاقيها بالأزرق، مش هتبقى بالأزرق الباهت. لو ضغطت عليها يظهر لك هنا في نفس الصفحة عداد 30 ثانية، بعد ما بيخلص بيجي لك 77 توكن على طول. طيب الويندو، الويندو دي هقول لكم دلوقتي عبارة عن ايه. لو انا ضغطت فيو هيظهر لك ويندو جديدة، لو انا ضغطت فيو هيبدأ 5 ثواني هيديك 21 توكن. هتلاقي هنا فوق، لاحظ هنا المفروض يجيب لك عداد ثواني، بيعد 5 ثواني عد تنازلي، طبعا يبقى ده كده مش شغال. هتشوف واحد تاني غيره، اشوف ده مثلا، ده برضو ما اشتغلش، شوف ده 15 ثانية، ده اشتغل اهو، بيقول لك بليز ويت يو هاف تو ويت 11 ثانية 9 ثواني، العدد الثواني بيقل زي ما انتم شايفين. افضل الموجود على الصفحة، مش شرط اشتغل عليها او اعمل عليها اي حاجة، لا افضل واقف بس على الصفحة دي. وبعد كده بيقول لك بليز فيريفاي، او ابدأ داخل على الموقع تاني واشوف الصورة المقلوبة اللي هي الصورة دي، صورة سحاب علي بر، اقول له فيريفاي، هيقول لي سكسس يو هاف كليمد 50 توكن، انت حصلت على 50 توكن. هقفل الصفحة دي، هدخل على الداشبورد اشوف 50 و60 بقى 100 وشوية، فعلا البالانس بقى 111. طيب الشورت لينكس بقى اللي هي دي اصعب حاجه وهي فيها اكتر الارباح، لو ضغطت عليها ضغطه بيقول لك مثلا مواقع كتير جدا مكتوب كليم هنا 297 ثانيه، هنا 180 ثانيه، يعني ايه الكلام ده؟ بيقول لك انت ليك انك انت اول حاجه تشوفها مرتين، يعني تعمل القصه دي مرتين، والمره الواحده هتاخد تقريبا 180 ثانيه منك، هتربح فيها 300 توكن، انت متخيل 300 توكن؟ في عندك 97 مهمة، اضرب بقى 97 في 300 واقسم على ال1000 يديك عدد السنتات، يعني قول 100 100 مثلا في متوسط 300، ادي 30000، 30000 يعني 30 سنت في اليوم الواحد لو انت اشتغلت عليها. طيب مثلا هنشتغل على موقع زي ده، هنقول له مثلا كليم،
اختصار روابط يعني ايه؟ يعني بيديك موقع بيستنى 30 ثانية وبتقول له مثلا انا انسان بتحل الكباتشا دي، بيقول لك مثلا الحاجات الصناعية دي، قول له التالي عملتها، قول له فيريفاي، واستنى 20 ثانية او 15 ثانية تانية. لو ما لقيتش اي حاجة ظاهرة، مفيش اي زر كليك اون ذا اد تو كونتينيو، يعني بيقول لك اضغط على اي اعلان عشان تستمر، او اضغط على اي اعلان زي ده كده واعمل باك تاني وننزل تحت، المفروض يجي لك زرار هنا يقول لك كونتينيو او نيكست او كده، بيقول لك بليز ويت اهو، ويل دان كده، هيقول لك بقى كونتينيو، اهي كونتينيو اهي ظهرت، اضغط عليها، يعني اضغط على الاعلان وعملت باك، ده اللي انا عملته. بيقول لك برضو اضغط على الاعلان عشان تستمر، اضغط على الاعلان ده واعمل باك، ويقول لي ستيب 2 من 3، فاضل 3 ثواني، ثانيتين، ثانية، المفروض الزرار هيظهر تحت كونتينيو، اضغط كونتينيو، يقول لك برضو اضغط على اعلان، اضغط على اي اعلان وارجع تاني باك، بيقول لي بليز ويت، يبقى هيظهر لي دلوقتي حاجة، بيقول لي ويل دان، اقول له كونتينيو، حولني على صفحة تانية، بيقول لي يور لينك او الرابط الخاص بيك، اقول له جيتنج لينك، كده خلاص حصلت على 300 نقطة و9 من 10 توكن، اضغط داشبورد، انا كان معايا 111 بقى 412، يعني تقدر تربح بكل سهولة. رصيدك لو انت عايزه بالبيتكوين عندك هو ده الرصيد. طب عشان تعرف قيمته قد ايه، تعمل كليك يمين كوبي عليه وتدخل على الموقع ده، هسيبه لكم، وتعمل ده من بيتكوين لدولار عشان تعرف قد ايه بالدولار. ده يعتبر 4 من 1000، يعني ما حصلش 1 سنت عشان هو لسه احنا بادئين بس. طيب لو انت عايزه مثلا بعملة ثانية لايت كوين، بقى اللايت كوين بالقيمة دي، هتدخل على من لايت كوين هنا وتخش هنا بدل بي تي سي، هتختار لايت كوين حرف ال لايت كوين، وتعمل بيست، هيظهر لك بالظبط يعتبر نفس القيمة، وهكذا. دي هنا التريكس، هنا السول دوجي يو سي دي تي شيب وبي بي مثلا، خلينا في البي تي سي احسنهم. كده احنا عرفنا يعتبر الشورت لينكس والبي تي سي اللي هي المهمات بعدد ثواني معينة، وشورت لينك اللي هو اختصار روابط، تفتح اعلان ثم يجي لك اعلان وهكذا. الفوسيت اللي هو الصنبور اللي هو كل 4 دقايق بيعمل لك صوت، هنا مثلا 6 3 5، هنا مثلا انا معرفش مثلا دي، فانا اعملها اي حاجة عشان يجيب لي واحدة تانية جديدة، 8 5 9 8 يعني 8 اهي، 5 5، وبعد كده 9 9، وبعد كده اضغط على الصورة المقلوبة اللي هي صورة التنين دي، اقول له فيريفاي، بيقول لي تم حصولك على 60 توكن، وضغطت الداشبورد 412 بقى 473، وهكذا تشتغل على الموقع بكل سهولة. ده اللي هو الصنبور. ديلي بونص كل 24 ساعة بتدخل على هنا ديلي بونص وتقول له كليم او استدعاء، والكوبون كل 24 ساعة بتخش على التليجرام جروب او جروب التليجرام وتكتب الكود هنا، تعمل بيست للكود هنا، كوبي الكود وبيست للكود هنا، وتعمل تضغط على الصورة المقلوبة وتقول له كليم يحصلها لك. والتشالنجز او التحديات، كل ما تحقق تحدي معين، يعني انا مثلا قربت اعمل تحدي الصنبور ده اللي هو الفوست اللي كل 4 دقايق، انا فاضل لي 3 بس، لو عملتهم هاخد لي 100 توكن هدية، هقول له كليم هتظهر لي باللون البرتقاني بس. دي كل حاجة في الموقع. انت بتحط محفظتك، ما مش شرط تحطها في الاكونت، انت بتحطها في الويزدرو او في السحب، وعرفنا ازاي نحطها، انك انت بتحط المحفظة عن طريق تخش على محفظتك في فوسيت باي، وانا عامل فيديو ازاي تحصل او تعمل المحفظة على فوسيت باي، وبعد كده بتدخل على الولت من هنا الداشبورد تقول يوزر داشبورد، وبعد كده بتضغط فوق على ولت وبتختار العملات الخاصة بيك هنا وتقول له ديبوزيت، وبعد كده بتقول له كوبي وتخش على الموقع من وزدرو هنا وتمسح الولد دي، او هي موجوده زي ما هي اخر مره اللي هي البيتكوين، هي تقريبا هي اخر مره، وتختار البيتكوين اللي هي نفس عنوان المحفظه اللي انت حاططها. بيقول لك اقل حد للسحب 500 توكن، 500 توكن ده يعني تقريبا يقول سنت مثلا او اقل من السنت، يعني هو بيسحب حتى اقل من 1 سنت، يعني ما فيش اقل من كده يعني. بعد كده بتضغط على الصوره المقلوبه وتقول له ويزدرو، يعني ما فيش اسهل من كده. دي كل حاجة في الموقع، يا رب يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش الاشتراك في القناة وعمل اعجاب للفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.